رحب بضيفنا بالاستوديو محمد سامح غيرواتي، استشاري تطوير اداري وذاتي. مرحبا بك، مساء الامارات. مساء الانوار، يا رب حياك الله. مساك الله بالخير، حياك الله. نحن قبل الهوى كنا مستمتعين جدا بالحديث مع الاستاذ محمد، لكن انا كيف اقدر ادير حياتي بشكل صحيح وباتجاه صحيح؟ إدارة الحياة هي تبتدئ من بيئة الحياة اللي أنا موجود فيها. نحن كلياتنا مقدر لنا في مكان معين، نولد في مكان معين، في بيئة معينة. فكلمة إدارة حياة يعني أنا بالأخير أنا إنسان مكون. تربيتي كيف؟ توجهاتي كيف؟ أنا مين محيطي؟ فأنا ذلك كلمة إدارة حياة في يعني مصطلح واسع جدا. ما فيني أقول أنا إدارة حياة لأنه هي عبارة عن مراحل. صحيح. فكل مرحلة تختلف بحسب الوعي. كل شيء الآن موجود في حياتنا يعتمد على شيء واحد، مستوى الوعي الفردي. جميل. ومستوى الوعي اللي كان موجود تربينا عليه. لذلك الطفل معروف احنا كمنشاء برمجي لنا هي من عمر يوم، وبالصين من وقت ما بيكون جنين من اول يوم جنين يعتبروه طفل، بيعتبروه هذاك الوقت هو فتره، هو فتره الانشاء تبعه. نعم. بعدين مجرد يولد لعمر الست سنوات خلاص ما عاد فيك تعمل شيء بعد الست سنوات. بعد الست سنوات انت الان عملت له طريقه التفكير تبعيته، السلوكيات تبعيته، اداره حياته كيف. فلحنا هي مسؤولية جدا كبيرة من وقت ما بنكون أطفال أو أطفالنا، لحنا لازم نعرف كيف نخلي عندهم عقلية الإدارة لكل شيء، مو بس الموارد المالية أو حتى العلاقات. يعني لحنا نحكي أكيد اليوم العنوان الرئيسي تبعنا شو؟ إدارة النفس. إدارة النفس والذات. فكلمة إدارة الذات يعني لحنا لازم نعرف نحن مين، تعرف من أنت ولا أين أنت، وشو الهدف من حياتك. صحيح. على أثار اللي احنا بنعرف نعمل إدارات، فما في حدا محدد ممكن نعطي نصيحة لشخصية محددة، لأنه كل شخص حسب مجاله، فكره، الخلفية الثقافية تبعيته نقدر نعطيه طريقة إدارة تبعيته، ولكن نعم. أنه يكون في شيء خط محدد لا ما في ذات. نعم. جميل أستاذ، يعني يوم نتكلم على إدارة الذات في جزئية منها أن أنت تعرف كيف تتصرف في مواقف معينة. صحيح. فكثير من الأشخاص تمر عليهم كثير من المواقف والمفاجآت في حياتنا بشكل عام، هل هو الإنسان الناجح اللي يعرف يتصرف في هذه المواقف ويأخذ ردة فعل سريع على هالمواقف، أو كيف تفسر لنا إياها؟ طب أنا فيني أرد لك سؤال بسؤال، شو يعني إنسان ناجح؟ من هو الإنسان الناجح؟ ما هو احنا هذا المشكله، اللي يقدر ياخذ ردت السؤال. اتوقع استاذ ان اللي يقدر ياخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح برايي. هلا حلو الكلام هذا، لكن كلمه اخذ قرار صحيح تحتاج الى خبره. نعم. والخبره هي عباره عن معلومه زائد ذاكره. فانا عندي معلومه، مواقف معينه صار عندي، سيناريوهات معينه صار. نعم. عندي مواقف اعرف فيها خلفيتي. نعم. الشخص الناجح هو تماما ما يحصل عنه في الامارات، هو موضوع الاستشراف. نعم. اللي هو موضوع انا اتخيل وارسم واخطط سيناريوهات. نعم. وأحدد النقاط اللي لازمة لهالسيناريوهات، كيف إذا صار هذا السيناريو شو أتصرف، وإذا صار هالسيناريو شو أتصرف. كحياة بشر نحن عاديين، لما يكون شخص جدا فائق الذكاء أو عنده مثلا بيئة معينة متطورة، بيتعلم كيف أنه يرسم مواقف معينة ويعرف كيف هيتصرف فيها قبل ما تصير معه، فهو بيكون عنده حلول استباقية. نعم. في مقولة بتقول في علم النفس بيقول لك when the hormones that rise up the intelligence get down، يعني موضوع لما الهرمونات بتطلع ترتفع. نعم. في جسم الإنسان مثل أدرينالين أو أي هرمون، الذكاء ينخفض. لذلك أنت لما بصير عندك موقف مفاجئ مهما كنت قوي وذكي مش راح تعرف تتصرف، لأنه أنت بالأساس ما عندك شيء، الهرمون طلع. لذلك بيقولون لا تأخذ قرار إذا كنت سعيدا جدا أو معصب أو غاضب جدا، لا تأخذ قرار لأنه ما عندك مستوى ذكاء يساعدك على أنك تعمله. مين الأشخاص اللي عندهم الذكاء؟ صاحب الثبات الانفعالي. نعم. اللي هو بيكون اصلا عنده نفسه. سيناريوهات وعنده خبره في الحياه والمواقف، مو ضروري بالحياه مواقف تبعيته، هو يرى يقرا. نعم. يسمع، بيخطط، بيقول انا صار معي كذا موقف شو ممكن اتصرف، على اساس يمتلك. نعم. هذا الثبات الانفعالي ويستطيع اداره المواقف. يعني الانسان لازم يكون قوي انفعاليا ويعرف يسيطر على نفسه وانفعالاته. السيطره بالضبط. لكن انا الحين من ممكن يكون عندي سؤال جدا مهم في موضوع اداره الحياه. تمام. أنا إنسان عندي طموحات كثيرة مثلاً، وكثير من الأمور اللي أحب أني أنفذها في حياتي، ولكن في أولويات تحكم حياتنا. صح. كيف الإنسان من الممكن أن يتخذ خطوة لتطوير حياته ولكن بشكل صحيح، وأيضاً بالحفاظ على مسار حياته الصحيح؟ يعني أنا أبي أتطور لكن ما أبي أفقد مساري. صحيح. فكيف أني أقدر أسويها أجمع بين الاثنين؟ نظرية. نعم. صعبة جداً. نعم. لأنه كلمة أفقد مساري يعني أنا أتخلى عن جزء من مبادئي، لكن نحن في عنا خلط ما بين كلمة طموح وحلم. جميل. شو الفرق بينه؟ الحلم هو الشيء الكبير اللي أنت بالنهاية بدك توصل له. نعم. أما الطموح متغير. أنا طموحي اليوم أخلص المرحلة الإعدادية ثم الثانوية. نعم. ثم طموحي الجامعة. كان عندي حلم ما زبط معي، دخلت غير مكان فتغير طموحي. جميل. الطموح متغير حسب فترات
وبالتالي هو أهداف عم تحطها أنت، أهداف متتالية. لكن الطموح هذا كلياته عبارة عن شو؟ استراتيجيات للوصول تغير. للحلم الكبير. نعم. فإذا الشخص لا يمتلك حلم، وللأسف إحنا لا بنشوف، نسأل ناس أنت شو بتتصير أو شو بتتطور، يا بقول لك بلوجر يا ما أدري يا الأغلبية ما أعرف، وهي هي للأسف هي كارثة. لذلك يجب أنه أنت ما تعطي لشخص شو بده يطلع. إحنا تربينا أنه إذا الأب دكتور أم دكتورة لازم يطلع ولا دكتور، وإذا الأب مهندس وهكذا. لكن أنت شوف شو الموهبة، هي موضوع أطلع على الموهبة اللي أنا أمتلكها شو هي، شو قدرتي، أعرف طفلي أو أعرف الشخص الأمامي. يعني موضوع أنك تعرف شو أنت متميز فيه، وهذا اللي هو تطوره، هذا هو أنت اللي بتقدر تعمله وتمشي في هذه المسيرة. جميل. نعم جميل. أستاذ، إدارة دائما على طول يخطر في بالنا التنظيم، يعني إدارة الذات، ممكن الإنسان اللي هو ينظم نفسه، متى أنا أقدر أسمح للناس اللي حولي أنهم يساعدوني في إدارة حياتي أو إدارة نفسي؟ متى الإنسان يحتاج إلى مساعدة أو ممكن ما يحتاج مساعدة؟ حلو. أول شغلة وأول نصيحة في عنا بيقول لك المصطلح الـ OQP Only Quality People. إذا أردت أن تنجح نفسي أنا. تماما. كيف هو؟ فكلمة أحد نفسك مين؟ الصاحب ساحب. الصاحب ساحب. قل لي من تصاحب؟ أقول لك من أنت. صحيح. إذا أنت عندك استشارة، تستشيري ناس أو تتحطي شيء لحياتك واللي هي شيء، نحن أقول لك قد ما سمعنا واستشارنا الناس مش رح أرد عليهم. لأنه قلة كثير نحن بنثق في الناس اللي بتعطيني رأي صحيح، أو صحيح. لأنه بالأخير الإنسان نفسه بشرية، بده شيء اللي يعطي على نفسه اللي تهواه. فإذا أنت جيت على هواي أوكي قرارك صحيح، كلامك صحيح، أنا أمشي. لكن إذا أجا واحد حقيقي وبيحبك عن جد وبيعطيك نصيحة جد وبيوعيك، مش رح تقبل الكلام. لذلك أول شيء عليك اختيار محيطك. نعم. المحيط هو أهم شيء لحتى أنت تعرف وين ماشي. هي طلعتني انا محيط الحين. كانت عم تتحداك من فتره يمكن على شفتك على الديوتوكس او شيء هيك، بس نجح في التحدي. نجح بصعوبه صراحه. لا هو اكيد لازم الانسان يختار محيطه ويختار الاشخاص اللي يعطون النصيحه. وايضا انت مش كل شخص تقدر تاخذ منه نصيحه في كل شيء. يعني من ممكن ان انا اخذ من ندى نصيحه في شيء مجال هي خبيره فيه وعارفه فيه، واخذ من الاستاذ محمد في مجاله. فانت لازم تحيط نفسك باشخاص مختلفه مجالاتهم صراحه. صحيح. يعني انا مثلا من ممكن اسال بالهندسه شخص من اصدقائي، اسال في خلينا نقول في المال شخص اخر، لان كل واحد له خبراته. فلازم تحيط نفسك بهالاشخاص هذيلي. لكن الحين انا بتكلم عن الدراسات النفسيه اللي من الممكن انها تكون الشخص هذا. كيف انا اقدر اخلي نفسي مفهوم جديد من تطوير الذات وغيرها مع مسار صحيح، وأيضا أني أنا أطور من نفسي وأطور من قدراتي وأطور من قوتي النفسية، وأكون قادر على تحمل الضغوطات. لأن أنت بالنسبة لك تعيش في حياتك، من ممكن أن تجيك مفاجآت فأنت مش متعود عليها. كيف أقدر أني أتقبل هالأشياء الجديدة في حياتي؟ التقبل. في مرة مرات أنا عملت مثل شيء محاضرة اسمها أسرار الفراغ. جميل. أسرار الفراغ تحكي عن الفراغ العاطفي والروحي والنفسي والذاكرة. فبدر لي ذهني سبحان الله، الله فتح علي هيك شغلة، بأنه لماذا الأنبياء استلموا الرسائل النبوية تبعيتهم بعمار مختلفة؟ سيدنا عيسى كان من أول يوم ولد، من الساعات الأولى. سيدنا داود بعمر 16، نفترض موسى ب 23. لا. إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم السلام جميعا كان بالأربعين. السبب أنه كل رسائل السابقة كانت رسائل صغيرة لأقوام صغيرة، شرائع محددة. أما بالأخير فجمعت كل هالشرائع في دين واحد وكتاب واحد. ولذلك كان شخص يتحمل الألم، فقد أشخاص أعزاء عليهم، ضغط. يعني بمعنى هو درب نفسيا وذاتيا قبل أن يكون شخص، فطورت شخصيته ليتحمل ويكون عنده هاي السعة اللي بتحكي عليها المسمية بالعلم مرونة النفسية. جميل. اللي هي المرونة أنك تكون متقبل لأي شيء ممكن يجي. يعني لازم يكون عندك تتقبل سياسة الفقد، انه نحن بالحياه متغيره دائما قائمه. نعم. مش راح تتم بنفس المكان، مش راح يتموا الاشخاص نفسهم حواليك، حتى اصدقاء الدراسه احنا بنزعل بعد فتره. اصدقاء الدراسه اصدقاء مرحله. صحيح. كانوا. نعم. بهالفتره هنا مرحله معينه، لما بتجي هلا بتشوفهم بعد سنوات طويله حتشوف ناس مختلفه. نعم صحيح. السبب هم هناك فرق بين كلمه صديق وزميل ورفيق. نعم. رفيق مرحله، اما صديق صعب تلاقيه بزمن. فالصداقه. نعم. شيء كبير جدا وضخم، فصعب تطلق على اي شخص صديق. نعم. لذلك انا لما ابدا اشوف أتقبل أي شيء بحياتي، أول شيء أشوف أنا شو ربي كاتب لي. ولا تخاف، حتجيك الآلام وتجيك كل شيء التي تجعلك تسقل كل مهاراتك اللي لازمتك. ولا تتعلم، نصيحة لكل الأشخاص. نعم. لا تتعلم مهارة مش حتلزمك. جميل. أبدا.
يعني تضيع وقتك في مهارات لا تضيع وقت في انت اليوم راح تشتغل بشغل معين تطور وتمسك المهاره اللي بتلزمك تتميز عن كل الموجودين في المكان اللي انت فيه جميل. تركته رحت لغير مجال ارجع دروس وتطور في المهاره اللي انت فيها المجال لكن احنا اليوم مثلا نقول اليوم في زمن الذكاء الصناعي نعم. تركنا الدنيا كنا ورحنا للذكاء الصناعي تركنا الدنيا كنا ورحنا لهون لا 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 انت شوف اول شيء مثل ما حضرتك بديت اول شيء اعرف نفسي اعرف امكانياتي ومهاراتي اطور المهارات اللي بتلزمني يعني اليوم احنا مهارات اي انسان عادي يبحث عن اي شيء شو بهمه الذكاء الاجتماعي كيف اتعامل مع الناس اكون لبق كيف فن الرد نعم لغه الجسد نعم صحيح فن التقبل التغير اهم شيء نحن كلنا نتقبل التغير صحيح. لذلك بصير فارق بين الاجيال بتلاقي هذاك الجيل خلص في شخص بتلاقي خلص انعزل لا صحيح. اتقبل الاصغر مني والاكبر مني وفكر الاكبر والاصغر اتقبل واحترم وانا بنفس الوقت لما احاول التعايش كلمه التعايش وهلا بيقول لك نحن حسب المنتدى الاقتصادي اللي صدر من فتره صار بيقول لك دافوس مؤتمر بيقول لك 2040 نحن داخلين في موضوع كيفية التعايش جميل. مع الروبوت صحيح. حيكون في عنا شيء اسمه نعم. كيف أنت رح تتقبل هذا الشيء وعلى فكرة حيكون أكثر شيء موجود حاليا كمرض نفسي هو اضطراب العقل نتيجة التطورات السريعة قبل نعم. كانت الثورات الصناعية تأخذ 80-90 سنة اليوم أنت عم تحكي بعقد 10 سنوات 20 سنة عم بتشوف تحت التغيير اليوم نحن كل 4 ساعات عم بتشوف لك فيديو طلع برنامج جديد صحيح. طلع شيء جديد اليوم صار في مذيع ومذيعة افتراضيين بلشت هلا أصدقائنا المذيعين كلهم لا هدول حياخذوا مكاني لا ما بعرف شو فبلش في عنا هي الهلع البانيك موجودة صحيح. لذلك نحن لازم لا نعرف حالنا إمكانياتنا مهما تطورت وكانت أذكى مننا لكن يبقى ما خلق الله أذكى بكثير من أي شيء ثاني إذا أنا امتلكت أعرف كيف أتصور صحيح وأتصرف فيها صحيح. هو اللي صنع الذكاء هذا كله صراحة بالفعل. ولازم نحن نتقبل هذه التغيرات طبعا. كل الشكر لك محمد سامح أغريواتي استشاري تطوير إداري وذاتي شكرا لك على تواجدك معنا أشكركم شكرا لك وعلى كلامك الجميل واستفدنا صراحة منك أستاذ شكرا أشكركم جميعا.